أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله سوف نحل النموذج الأول للجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي، فصل دراسي أول. في هذا النموذج السؤال الأول يختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة سالب 3 و4 تقع في الربع، أدي السين محاور بتاعتك اهيت، سالب 3 كده و4 بتطلع لفوق، يبقى بتقع في الربع كام؟ للتاني، بتقع في الربع الثاني. الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات، خلي بالك بقول الجذر التربيعي الموجب لمين؟ متوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني بتقسم على العدد، فاكر جذر تربيعي كده اهو، يبقى كل كلمة عندي لها معنى. الجذر التربيعي الموجب، يعني الإشارة هنا موجب، متوسط يعني على العدد الأشياء اللي عندي، بدل المتوسط الأشياء يبقى انت بتشوف القيم على عددها. ايه متوسط مربعات الانحرافات؟ ايه هو الانحراف؟ اللي هو السين القراءة او العدد ناقص سين بار، دي اسمها الانحرافات. مجموع مربعات الانحرافات، مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحساب، دي اسمه مربع الانحراف القيم عن الوسط الحساب، ده الوسط والقيمة بتطرحها من الوسط تديك الانحراف القيمة عن الوسط، اسمها الجزء ده كده اسمه مجموع مربعات، دي اسمه مربعات انحرافات. يبقى الكلام ده كان بيسمي ايه؟ ده بنسميه ايه؟ بنسميه الانحراف المعياري، اللي هو الانحراف المعياري سيجما. إذا كان 3 ألف، 3 ألف بتساوي 4 باء، فإن ألف إلى باء بتساوي إيه؟ احنا اتفقنا على طول عشان تحل حاجة زي كده بتمشي في ترتيب دوري، واحد كده ألف على باء بتساوي انتهيت هنا، تبدأ من نفس الطرف اللي انتهيت منه، يبقى 4 على 3 بالشكل، تمشي ترتيب دوري واحد، يبقى بتساوي كام؟ 4 إلى 3 أو 4 على 3، 4 إلى 3. السؤال بعد كده إذا كانت نون سين بتساوي 2، عدد عناصر المجموعة سين ب2، ونون صاد تربيع بتساوي 9، تبقى صاد بإيه الأول كده؟ يبقى هتبقى نون صاد، أنا لما يكون عندي نون صاد تربيع يعني تضرب الصاد في نفسها، يبقى 3 في 3 تدي 9، تبقى الصاد بس ب3، فإن نون سين في صاد بكام؟ 2 في 3 ب6، نون سين في صاد يبقى كام؟ 6 عناصر. المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9 و5 بيساوي، طبعا احنا عارفين المدى اللي هو اقصى قيمة ناقص اقل قيمة، هتبقى بيساوي 9 ناقص 3 بتساوي 6. ستة اذا كانت صاد تتناسب، جيم 1 6، اذا كانت صاد تتناسب مع سين، وكانت صاد ب2 وسين ب8 وصاد ب3 عاوزين سين، يبقى بنقول صاد 1 على صاد 2 بتساوي سين 1 على سين 2، طالما ادالك 3 قيم وعايز الرابعة بتستخدم القاعدة دي. صاد 1 اي دي صاد 1 ودي سين 1، دي صاد 2 ودي سين 2، صاد 1 ب2 على صاد 2 ب3 بتساوي سين 1 ب8 على سين 2، سين 2.
اضرب او ممكن تختصر 2 مع 8 في 4، يبقى 1 في س 2 بس 2 بتساوي 3 في 4 ب 12. يبقى نقول له اذا س بتساوي 12 عند ص بتساوي 3. ننتقل للسؤال التالي. إذا كانت س في ص بتساوي 2 و2 و2 و5 و2 و7 فأوجد ص ج 2 أ ص بتساوي المركبة الثانية اللي هي 2 5 7 2 5 7. عاوزين ص في الس، عاوز أجيب ص في س، يبقى أنا لازم أحسب الأول مين؟ س. س بتساوي المركبة الأولى اللي هي 2 2 مكررة 2 مكررة، يبقى اللي هي 2 بس ديت مين؟ س. يبقى ص في س بتساوي ده في ده، يبقى 2 و 2 خمسة واتنين سبعة واتنين. ب جيم اتنين ب إذا كانت ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، بقى أنا عندي ألف على باء بتساوي جيم على دال، لأنه مش متسلسل، ده دي كميات متناسبة بس. ده طبعا هيساوي ميم، هينتج عندي ألف بتساوي ب ميم وجيم بتساوي دال ميم. ايه المطلوب؟ اثبت ان ألف على ب ناقص ألف بتساوي جيم على دال ناقص جيم. ناخد طرف الأيمن. لو ألف على باء ناقص جيم هيساوي، نشيل ألف ونحط باء ميم، باء ميم على باء نسيبها زي ما هي، والجيم بتساوي دال ميم يبقى ناقص دال ميم. الألف عاوز أثبت إن ألف على باء ناقص ألف لديت ألف باء ناقص ألف، احنا قلنا باء ناقص ألف بكام؟ بدال ميم، ألف بباء ميم. هناخد باء مشترك، يبقى هنا ميم وهنا هناخد باء مشترك، يبقى باء واحد ناقص ميم. نختصر باء مع الباء، يبقى فاضل عندي ميم على واحد ناقص ميم. الأيسر اللي هو جيم على دال ناقص جيم، جيم بإيه؟ دال ميم على دال ناقص دال ميم بتساوي، هناخد دال مشترك بدال في ميم على دال في واحد ناقص ميم، دال مع دال بقي ميم على واحد ناقص ميم. دي رقم واحد. اتنين، من واحد واتنين، من واحد واتنين ينتج ان ايه؟ الف على باء ناقص جيم بتساوي جيم على دال ناقص س، بتساوي جيم على دال ناقص دي الف على باء ناقص الف بتساوي جيم على دال ناقص جيم. هو المطلوب. السؤال التالي. إذا كانت س باتنين وتلاتة وخمسة، ص أربعة ستة تمانية عشرة، وكانت ع علاقة معرفة من س لص، حيث أ ع باء تعني أن اتنين أ بتساوي باء، يعني ضعف المركبة الأولى يساوي التانية، كل أ تنتمي لس
وباء تنتمي لصاد. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي. عاوز عين عين بتساوي انا باخد العنصر اللي في الف اللي في المركبة الاولى اضربه في اتنين يساوي باء اللي هي تبقى المركبة الاولى. اتنين في اتنين باربعة موجودة يبقى اخد اتنين مع اربعة. اخد اتنين مع حد تاني ما عادش خلاص. طب التلاتة في اتنين بستة اهي اتنين وستة. اتنين تنفع مع حد تاني التلاتة؟ لا. طب الخمسة في اتنين بعشرة بخمسة وعشرة ما عادش حاجة خلاص نقفل قوس. دي فاصلة. بعد كده مثل بمخطط سهمي. دي واحد اتنين تلاتة خمسة ودي اربعة ستة تمانية عشر. من اتنين لاربعة تلاتة لستة خمسة لعشر. بين ان عين دالة. طبعا عين دالة لان كل عنصر من سين اللي هي ديت ظهر كمسقط اول مرة واحدة. السؤال الثاني اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبة 7 الى 11 فانها تصبح 2 الى 3. عايزين العدد اللي هيتضاف لحدي النسبة دي. هنفرضه بسين. نفرض ان العدد سين. اذا هتضيفها 7 زائد سين على 11 زائد سين بنضيفه لحدي 7 و11 بتساوي 2 على 3. اضرب بقى الطرفين في وسطين. 3 في 7 21 زائد 3 في سين 3 سين بتساوي 2 في 11 22 زائد 2 في سين ب 2 سين. 21 ناقص 22 وال 2 سين مع 3 سين يبقى 3 سين ناقص 2 سين تساوي 22 ناقص 21. يبقى عندي هنا سين هتساوي 1. يبقى العدد اللي هضيفه يبقى نقول اذا العدد هو ايه؟ هو 1. السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع. ولذا كانت سين بتساوي 1 و3 و5 وكانت عين علاقة على سين يعني من سين لنفسها. وكان بيان عين هو ألف باء واحد. ألف وتلاتة باء واحد وواحد وخمس. فأوجد مدى الدالة. المدى اللي هي المركبة الثانية في العلاقة. طالما قال لك مدى الدالة يبقى دي دالة. طالما دالة يبقى لازم توفي بشروط الدالة. يبقى نقول له المدى هو نقول له المدى الأول تلاتة واحد خمسة. ده مدى الدالة. طيب هو قال لي إن هي دالة. طالما قال لي ان هي دالة يبقى انا عندي شرط هيحل لي بقية المسألة. ايه هو الشرط اللي هيحل بقية المسألة؟ ان لازم جميع مساقط الاول العنصرتين تظهر كمسقط اول. طب ما انا ما ظهرش عندي غير الواحد يبقى لازم الالف والباء يظهرهم كعناصر بقية العناصر اللي هي هتبقى التلاتة والخمسة. يبقى اذا القيم بتاعتي الف زائد باء بتساوي تلاتة وخمسة. تلاتة زائد خمسة لازم عشان اجيب له ألف وباء. لأن التلاتة هي اللي تلاتة هي اللي ما ظهرتش هتظهر مكان ألف أو باء، والخمسة ما ظهرتش تظهر مكان واحدة التانية.
يبقى دول بتساوي 8، ألف زائد باء بتساوي إيه؟ 8. طب نشوف 4 باء. إذا كانت صاد تتناسب طرديا مع عكسيا مع سين، صاد تتناسب مع 1 على سين طرديا، أو عكسيا مع سين وكانت صاد بتساوي 3 عند سين بتساوي 2، أوجد العلاقة. يبقى عايز اجيب العلاقة. هفرض ان ص بتساوي ميم على س، اعوض عن س باتنين وص بتلاتة، يبقى تلاتة بتساوي ميم على اتنين، يعني ميم بتساوي اتنين في تلاتة بستة، اتنين في تلاتة بستة، تصبح العلاقة ص بتساوي 6 على س. هذه هي العلاقة، ده المطلوب الأول. ثانيا، قيمة ص عندما س بواحد ونص، عند س بتساوي 1.5، يبقى الصاد عندنا بتساوي 6 على 1.5 هتساوي كام؟ 4، لأن التلاتة على 1.5 فالاتنين، يبقى الستة بأربعة، يبقى صاد بأربعة، أو احسبها زي ما أنت عايز. ننتقل للسؤال الرابع الخامس. بيمثل بيانيا منحنى الدالة د، حيث د س، هو بيقول لك إن د س ج جيم 5 ألف، بقول لك إن د س بتساوي س ناقص 1 وناقص 3 تربيع، متخذا س تاخد الفترة من 0 ل 6. ومن الرسم نبين بقى الناتج الباقي. الأول نرسم الدالة بتاعتنا، بعد كده هنبقى نشوف ايه اللي هنعمله. دي السين، سين صاد او دال سين، سين هتبدأ بالصفر، 1 2 3 4 5 6، صفر هنعوض بينا، يبقى صفر ناقص 3 ناقص 3 تربيع ب9، الناقص بتتربع بتدي موجب، يبقى انا الاشاره دي ما عنديش مشكله فيها ان ظهرت، بس بربع العدد الناتج من الطرح. 1 من 3 2 4، 2 في 2 ب4، طب 2 من 3 1 في 1 ب1، 3 من 3 0 ب0، 4 من 3 1 ب1، 5 من 3 2 ب4، 6 من 3 3 ب9. يبقى انا عندي اقصى قيمة اللي هي ايه؟ 9 على الرأسي، والواحد اقل قيمة، ده بالنسبة للرأسي بتاعي. اما بالنسبة للافقي، بالنسبة للافقي اللي هو السين، اقل حاجة 0 واكتر حاجة 6. انزل تحت هنا عشان 9 لأعلى. ادي 1 هنا 0، 1 2 3 4 5 6، تسعة كده، 0 مع 9 هنا ايه؟ 1 مع 4، 2 مع 1، 3 مع 0، 4 مع 1، 5 مع 4، 6 مع 9.
بنوصل بالقلم بتاعنا، ما نشتغلش بأي حاجة تانية غير القلم ده. نظهر قلم ماشي بكيف اصلا، مش بكيفنا احنا كده. كده تقريبا ده المنحنى بتاع الدالة بتاعتنا. عاوز بقى ايه؟ عاوزين نحسب نقطة رأس المنحنى. يبقى نقطة رأس المنحنى هي النقطة دي، صفر تلاتة س والصاد بصفر. طيب بعد كده عاوز ايه تاني؟ القيمة الصغرى، القيمة الصغرى عند صاد بإيه؟ بتساوي صفر، ومعادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل طبعا هو الخط تلاتة ده، السين بتلاتة اللي هو الخط ده كده، يبقى عند سين بتساوي تلاتة. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده، احسب الوسط الحسابي. السؤال جيم خمسة بقى، بيقول احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم. انا عارف الانحراف المعياري س بار بتساوي مجموع القيم على عددها اللي هي 8 9 7 6 5 على العدد 7. المسألة دي اتحلت كتير، انتبهوا لها. 7 و 8 15 25، 6 و 9 15 35 على 5 بيساوي 35 على 5 بتساوي 7. تاني 5 و 6 11 و 7 18 و 9 27، 27 و 8 35. طيب الوقت بقى انا عايز اجيب الانحراف المعياري. انا جبت س بار، ولسه احنا في السؤال الاول معرفين الانحراف المعياري ومحرفين الكلام ده. يبقى عندنا هنا السين اللي هي 8 5 7 6 5 8 5 8 9 7 6 5 8 9 7 6 5. هنا السين بار طبعا اللي هي بسبعة، هنا السين ناقص سين بار، سين ناقص سين بار تربيع سبعة. تمانية ناقص سبعة بواحد، مربعة تبقى واحد. تسعة ناقص سبعة اتنين، مربعة تبقى أربعة. سبعة ناقص سبعة صفر، نربعها تبقى صفر. ستة ناقص سبعة ناقص واحد، مربعها تبقى واحد. خمسة ناقص سبعة باتنين بالسالب، يعني سالب اتنين، أربعة تبقى أربعة. مجموع دول واحد وأربعة خمسة، واحد وأربعة خمسة، يبقى دي عشرة.
يبقى الانحراف المعياري بتساوي الجذر التربيعي لسجم س مجموع س ناقص س بار كله تربيع، دي معرفينه في السؤال الأول، على العدد هو ده السؤال اللي جيل في الأول، بيساوي 10 جذر التربيعي لعشرة على سبعة، العدد خمسة تساوي الجذر التربيعي لاتنين، واحد وكسر. تساوي واحد وأربعة من عشرة، يبقى سيجما بتساوي واحد وأربعين من مية، واحد وأربعين من مية تقريبا. وكده انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.